تحية لكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج حياة الشباب. اليوم نحن متواجدين معكم بجامعة تشرين تحديدا من اتحاد الطلبة، طبعا قسم اتحاد الطلبة، لحتى نسلط الضوء على جلسات ودردشات بين الشباب الموجودة الطلاب المتواجدين. طبعا أقامت هاي جلسات اتحاد الطلبة لحتى يتناقشوا حول الأمور الخاصة بصندوق التسليف، يعني كل شيء بيخص الطلاب، كل شيء بيخص القروض والتسهيلات المقدمة. رح نكون طبعا بضوء هذه الأمور لحتى نعرف شو هي التسهيلات المقدمة، أو يعني شو سبب إقامة هاي الجلسات المقدمة ضمن اتحاد الطلبة. يعطيك العافية دكتور، مرحبا. يا أهلا وسهلا، الله يعافيك. حضرتك الدكتور؟ دكتور عنان الغداء، مدير لجلسات الحوار، ميسر لجلسات الحوار. حاليا عم نعمل نحن جلسات حوار حول مصرف تسليف الطلابي، القروض الممنوحة من المصرف، هل هي كانت مفيدة؟ هل أدت الهدف المرجو منها ولا لا؟ رح يكون هالمرة التقييم ليس تقييم من قبل الجهة المانحة، لأول مرة رح يكون التقييم من قبل المستفيد نفسه، يا ترى كانت القروض مفيدة أم غير مفيدة؟ كانت القروض ميسرة؟ إجراءات الحصول عليها كانت مفيدة لإلهم وسهلة وسلسة ولا ما كانت ميسرة؟ النقطة الأهم بالموضوع هو تقييم المستفيد نفسه، وناخذ هذا الفيدباك أو التغذية الراجعة من نفس الشخص. فنحن وهذه راح تكون جلسات على مدة 3 أيام، كل يوم بحدود 3 جلسات حوارية، لنشوف نقيم أداء العمل. مدة الجلسة قد راح تكون؟ راح تكون ساعتين مدة الجلسة، بيتخللها أول شيء التعريف، بيتخللها آلية عمل المصرف، بيتخللها بعدين الطرق اللي حصلوا عليها، هل هي كانت قروض شهرية أو كانت قروض شخصية، لأن في اختلاف ما بين الاثنين. ورح نمتد على مدة 3 جلسات يوميا، ورح يكون لمدة 3 أيام. بالنهاية رح تطلع معنا مخرجات، هاي المخرجات بعد مرور هالعام نحن تقريبا رح نقيم أداء عمل المصرف، وعلى الأغلب ممكن يصير في عنا نحن نوصل هاي المخرجات لأصحاب القرار لحتى يكون في عنا تغيير ونرجع مسار المصرف للهدف المرجو منه. دكتور، يعني هاي الجلسات هي تمت بناء على مقترح من الطلاب أم مقترح من يعني لجان ضمن الاتحاد؟ حقيقة كانت بسبب المتابعة لأداء عمل المصرف، وبعد صدور مكرم من السيد الرئيس بزيادة رأس مال المصرف بحدود 3 مليارات ليرة سورية للمصرف، فكان الهدف هو التقييم. من خلال المتابعة كانت السبب هي الجلسات من جهتين، من المستفيدين ومن الجهة المانحة لتقييم أداء العمل، وخصوصا بعد منح القروض. يعني لم يكن التقييم قبل، بعد منح القروض والاستفادة وصدور النتائج المستفيدين رح نقيم من المستفيدين نفسه. يعني رح يتم التقييم، وفي حال دكتور كان في بعض المقترحات والأفكار الجديدة من المستلفين خلينا نقول أو المقترضين، كيف رح يتم التعامل مع هاي الأفكار؟ نحن رح نطلع معنا مخرجات. تمام، الخطة أنه رح يكون هلا حاليا عمل من خلال 10 محافظات أو 10 فروع لمصرف التسليف الطلابي. الخطة أنه رح نجمع المخرجات من كامل الفروع المصرف بسوريا، رح يتم تقييم هاي المخرجات، تقييم الممكن تنفيذه منها وإيصاله لأصحاب القرار، وبناء على دراسات لاحقة رح تصير، لأنه الموضوع يتعلق بإمكانية مادية ويتعلق بحاجة كبيرة للطلاب ويتعلق بظروف معيشية للطلاب، فرح نشوف شو الإمكانية من كل هدول وإيصالها لأصحاب القرار لتنفيذ هذا الموضوع أو لتحسين مسار معين أو لتحسين نوعية معينة أو يمكن لتسهيل إجراءات معينة. اليوم الاتحاد الوطني طلبة سوريا عم بيتابع كل شيء بخص الطلاب، يعني الجامعيين، منها كان صندوق التسليف الطلابي يمكن من أهم المحاور التي تطرحت مؤخرا. يعني الاتحاد الوطني اليوم هاي المتابعة شو كيف بتشوفوها أنتم كطلاب كدكاترة كاختصاصيين متابعة يعني دائما؟ حقيقة المتابعة، الاتحاد الوطني طلبة سوريا هي منظمة شبابية، وإذا ما كانت منظمة شبابية هي الأقدر على المتابعة وعلى القيام بأعمالها بنشاط وبديناميكية أعلى وبفعالية أكثر، فما راح يكون في أي مكان آخر لهي الديناميكية. فالاتحاد الوطني حقيقة هو سباق على طول بهذا الموضوع، وعلى طول عنده آلية لتطوير عمله. نحن من خلال إدارتنا وتيسيرنا لجلسات الحوار عم نحاول نشوف آلية جديدة للتقييم هذا العمل لمتابعة عملنا. بالنهاية نحن لنفترض أنه نحن عم نتعامل مع شخص مستفيد، هذا المستفيد هو الطالب، فتقييم عملنا يتم من خلال الطالب ما يتم من خلالنا، فهذا الطالب هو الفئة الهدف تبعنا، فنحن رح نقيم من خلال الهدف، ورح يكون الموضوع ديناميكي أكثر،
ما راح يكون الموضوع يتعلق باجتماعات او لجان، الموضوع يتعلق بجلسات بحوار حقيقي مع الطلاب، باستفاده حقيقيه من افكار الطلاب وايصالها بشكل مباشر لاصحاب القرار. ما عاد نحن بدنا يكون اليتنا اجتماعات او مماطله، لا، نحن الاليه اليوم عملنا، وصلنا افكار، جمعناها، راح نوصل لاماكن القرار لتنفيذ القرار بسرعه. دكتور، سؤال أخير لحضرتك، كيف بتم تنظيم هاي اللجان والوصول للشرائح المختلفة بالجامعة، يعني المقترضين، لحتى تكون هاي الجلسات يعني بالنهاية هي مثل ما عم تحكي إلى نتيجة واحدة؟ الحقيقة هاي الجلسات إلى هدفين. الهدف الأول نحن نستفيد من المستفيدين وتقييم التجربة، وراح يكون في إلنا هدف آخر لإيصال هاي القروض لشريحة أكبر من الطلاب. التقييم اللي صار، نحن عدد الطلاب عندنا كتير كبير، بس هناك المستفيدين يمكن في ناس ما سمعت عنه، يمكن في ناس بسبب ظروف معينة ما عرفت عنه، فنحن هدفنا كان الإيصال للشرائح اللي ما استفادت لسه، وراح يكون في جلسات للأشخاص يلي ما استفادوا لسه يا ترى تماما تعريفي، وراح يكون في جلسات من الاشخاص موظفين ضمن مصرف التسييف الطلابي، لانه ممكن يكون هن كمان في عندهم صعوبات، ممكن هن يكونوا او يكون عندهم افكار حقيقه لتطوير عمل المصرف. فنحن الموضوع يلي صار من خلال ما ورد من فروع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، ما ورد من استفادة من قروض، ما ورد من عدم استفادة من قروض، أو حتى شكاوي ممكن يكون على مواقع التواصل الاجتماعي، فكل هذا الموضوع هو اللي حفزنا لحتى نحن نقوم بهي الجلسات ونخرج بمخرجات حقيقية تلبي هم الطالب بالنهاية. يعطيكم ألف عافية دكتور، شكرا لإيدك. شرف. شكرا للإيضاح. شرفتونا، أهلا وسهلا. مكملين معكم طبعا بحلقتنا حياة شباب، رح نشوف الشباب المتواجدين بهي الجلسة أو الجلسات المختلفة لحتى نحكي عن الاستفادة طبعا من هاي الجلسات. يعطيك ألف عافية. عافيك يا هذا. تعرف عليك. أنا الزميل أسامة بازكة. أهلا وسهلا فيك. خبرنا عن يعني هاي الجلسات الدردشات الطلابية اليوم، يوم الأول. اليوم أول يوم للجلسات الحوارية عن صندوق التسليف الطلابي اللي رح تمتد على 3 أيام. بشكل عام الفكرة من الجلسات هي أول الأساس تعريف الطلاب بشكل عام عن صندوق تسليف طلابي، إنه اليوم في عدد كتير كبير من زملاء الطلاب ما بيعرف شو هو صندوق تسليف طلابي وشو الفكرة منه وشو الخدمات اللي ممكن يقدمها للطلاب. من أي شريحة؟ تعرف موضوع القروض داخل فيها صاحب قرض؟ لا ما جربت صراحة، بالمرة ما جربت إني صاحب قرض. تعرف شو هي التسهيلات المقدمة؟ التسهيلات المقدمة إنه القروض، العروض اللي بيقدمها الصندوق، هو بيقدم نوعين من القروض، القرض الشهرية اللي هو على مدار السنوات الدراسية للطلاب كل شهر بقيمة تعتبر 60,000، والقرض الثاني اللي هو القرض الشهري اللي اسمه القرض الحاسب يلي قيمته 300,000، والسداد بيكون تبع على بعد التخرج على مدار سنتين ونفس الدفعات شهرية. أنت حالياً عم تحضر هاي الجلسات لتستفيد من الأفكار والشروط الموجودة، يمكن تدخل بمجال الاقتراض أيضاً من التسليف الطلابي؟ احتمال، لا، حسب إذا كان في أفكار مثمرة أكيد رح تدخل. شكراً لك، يعطيك العافية. كمان الصبية، مرحبا. أهلين يا هلا. تعرف عليك. أنا مريم درويش، عضو بالفريق الوطني لميسر جلسات الحوار. لو سهلة فيكي، أنت عضو يعني باللجنة المنظمة، خلينا نقول نحكي عن يعني تنظيم هاي الجلسات وأهميتها بالنسبة للطلاب، بالنسبة للتعريف في صندوق التسليف، أيضا اليوم القروض الممنوحة، يعني بشكل عام كيف نظمتوا لهي الجلسة؟ صراحة نحن كنا السنة الماضية عاملين تدريب كيفية تيسير جلسات والتدوين. السنة كمان طلعنا ضلينا فترة تدريب يومين، أخذنا أغلب المعلومات كيف بدنا نطلع نكون ميسرين مساعدين للميسرين الرئيسيين الموجود معنا، بإضافة لدورنا كمدونين، وجايين نعرف الطلاب على أو ناخذ منهم المخرجات حول القروض الطلابية، وكيف أنه في كتير ناس ما عندها فكرة أبدا عن هذه القروض، وفي كتير ناس ممكن تكون بحاجة بس هي لسبب ما أنه ما عم تتقدم. أي فنحن جايين نعرف نسمع آراء الطلاب بهذا الموضوع. اليوم الجلسة الأولى. أيوة الجلسة الأولى. يعني في كمان خلينا نقول مقترحات معينة من قبل اتحاد الطلبة، شفتوها أنتم نتيجة طبعا تواصل مع هدول الطلاب أنه شو ناقصهم شو لازمهم، حتى هن ممكن يقترحوا أيضا أفكار، كيف ممكن أنتم بلوروا الفكرة وتوصلوا للهدف اللي أنتم يعني عم تنشدوه حالي؟
القروض هي فكرة كتير حلوة، والطلاب هي ما عندها فكرة كتيرة عنها، خاصة إنه القرض أنت ما عندك، ما بتاخدي عليه فائدة، يعني أنت بتسحبيه بتسددي بعد سنتين من التخرج، إن كان القرض الشخصي ولا إن كان الشهري. فيك أنت تسددي بنسبة يمكن 10%. شكرا لك. رح نشوف الصبية كمان متواجدة. مرحبا، يعطيك العافية. أهلين، تعرف عليك. آية محمود، بدرس هندسة زراعية، عضو بفريق الحوار الوطني. أهلا وسهلا فيكي يا آية. خلينا نحكي عن آلية تنظيم هاي الجلسة. نحن صراحة خضعنا لدورة تدريبية لتيسير جلسات الحوار ونظمنا هذا الفريق. طيب الهدف من هاي الجلسة؟ هدف أنه نحن نطلع بمخرجات ونوصل لأصحاب القرار، مشان نحن نقدر نعمل أو نفيد الطلاب بكذا موضوع أو كذا مشكلة هن بيتعرضوا له. ضمن يعني خلينا نقول القروض تحديدا؟ ضمن القروض طبعا، يعني آلية مثلا هلا بنشوف نحن كثير طلاب ما عندهم معلومات كافية عن هيدا الموضوع أو عن آلية عمل مصرف التسليف الطلابي. و كجهات منظمة يعني عملتوا خلينا نقول جلسات مع بعض، حطيتوا المحاور الأساسية لكل يوم بجلسات أول يوم، شو هي المحاور اللي أنتم مخططين لها؟ شيء رح نعرف بآلية عمل صندوق التسليف الطلابي وأهم المعايير يلي بياخدها، يعني معايير القبول وآليات التسديد والدفع وهدون. نقول لك يعطيك ألف عافية، شكرا لك. كمان شوف الصبية المتواجدة معنا، مرحبا، يعطيك العافية. هلا، نتعرف عليك. فرح شبور، طالبة من جامعة تشرين، بدرس مدرسة تمريض سنة ثانية. التمريض، أهلا وسهلا فيك. خبرينا اليوم حضراني أول يوم بهاي الجلسات، شو الهدف من وجودك هلا؟ يعني شو حابة تطلعي على خلينا نقول الشروط، حابة تدخلي بي؟ نحن جايين لهون بحكم أنه هي جلسة حول أنه القرض تبع التسليف الطلابي، فجايين نعمل حوار عن كيفية أنه كيف نسحب القرض إن كان شخصي أو شهري، قيمة القرض الشخصي كمان الشهري، شو هي الشروط اللي بدنا نطلع عليها لحتى فينا نسحب، إمكانية الوصول لمصرف التسليف بطريقة سهلة إنه ما تكون كتير صعبة. جايين كمان في اطلاع على الشروط من قبل؟ ايه في اطلاع. كيف شفتي الشروط؟ هلا ميسرة أم ممكن أنتم من خلال هاي الجلسات ممكن تطرحوا أفكار جديدة كمان؟ في شروط ميسرة وشروط كانت غير ميسرة، يعني في شغلات كان في عنا فيها إعاقة، مثلا مثل وجود كفيل، بحكم انه بدهم كفيل مثلا محدد ان كان مدني او عسكري او متقاعد او مثلا على رأس عمله، كمان انه مثلا مشكلة انه كانت موجودة بهالكفيل انه يعني لازم يكون انه خلص بكفي توقيع، انه ليش لازم يكون حضور الكفيل شخصيا مع بصمته او توقيعه، ومن شان طريقة دفع القرض إن كانت إنه مثلاً شهرياً أو سنوياً أو في القرض الشهري كان بعد التخرج، أما الشخصي كان مثلاً نأخذ القرض بعدين كل شهر ندفعه بالتقسيط، فكانت إنه هي طريقة ميسرة إنه مثلاً كل شهر ندفع قسط معين، فكان أريح للطالب يعني بحكم إنه يدفعه دفعة واحدة أو مثلاً بعد التخرج دفعة مثلاً كاملة. ايه وهيك احنا كل هاي الافكار ممكن هلا تطرحوها انتم ضمن هاي الجلسات، يعني هي اكيد هادفه. شكرا لك، يعطيك العافيه. مكملين معكم طبعا مع المتواجدين، كمان الاستاذ معنا، مرحبا. مرحبا، عرفنا عليه. زميلي زين ابراهيم، اهلا وسهلا فيك. هون باللجان المنظمه ام من الحضور؟ باللجان المنظمه. تفضل، شو بتحب تخبرنا عن آلية تنظيم هاي الجلسات؟ الجلسات عم تشمل الفئة الأكبر من الطلاب لزيادة فعالية القروض المقدمة من مصرف التسليف الطلابي ولتسهيل الإجراءات حصول الطلاب على القروض، وعم تشمل فئة يعني متنوعة من الطلاب بهدف زيادة فعالية القروض المقدمة. كافة الاختصاصات طبعا. بالنسبة للمعايير بمفاضلة القبول في القروض شو هي؟ المعايير انه في معايير انه لازم يكون طالب غير راسب، يعني مترفع بكل السنوات الدراسية، وما في يعني هذا المعيار الأساسي يعني يكون.
وبالنسبة للصعوبات اللي ذكروها بعض الطلاب؟ الصعوبات نحن عم نعمل هذه الجلسات لنوقف هذه الصعوبات. تمام، يعني بعض الطلاب ذكروا صعوبات الكفيل، يعني هي من الصعوبات اللي كانت واضحة. نحن هلا بصدد انه نجمع الصعوبات كافة مشان نوقف عليها. شكرا لحضرتك، بتحب تضيف شيء؟ لا يعطيك العافية. شكرا لك، مكملين معكم مع الطلاب لحتى ناخذ ايضا اراء. مرحبا. اهلا وسهلا. تعرفنا عليه؟ يعرب العيشي، اقتصاد سنة ثالثة. اهلا وسهلا فيك يا يعرب، خبرنا عن سبب حضورك هاي الجلسة. نحن حاضرين اليوم بالفعالة مشان نعرف شو هي الطرق، طرق حصول الطالب على القرض وتسهل هذه الطرق. يعني خلينا نقول انه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا دائما متابع لكل ما يخص الطلاب من ضمن القروض، يعني الشيء المتميز طبعا اليوم بيساعد الطالب. كيف عم بتشوف القروض اللي ممكن تنمنح او الممنوحه بشكل عام بشروطها بمعاييرها بشكل عام؟ انه منح القروض مشان يقدروا يساعدوا الطالب بحياته الجامعيه، او انه يسهلوا هذول الطرق، انه يحطوا الشروط مقبوله ويقدر الطالب انه يحصل عليها. شكرا لك. طبعا يعني مشاهدينا مثل ما تابعنا باراء مختلفه من هدول الطلاب ضمن هاي الجلسات الحواريه اللي اكيد راح يكون فيها نتيجه وبالاساس فيها هدف مع مجموعه هدول الطلاب، اللي بنتمنى لهم كل التوفيق من برنامج حياه شباب. الى اللقاء.